ورجعنا لكم تاني من الفاصل، ومعانا في الفقره دي المستشار سمير هديه رئيس جمعيه المقطم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه ريهام. ونورتنا الشيف حكمت، هي اتعطلت شويه على البوابه يعني من الاخر يعني بس جت لنا الحمد لله. قول لنا بقى تعملي لنا ايه المنيو بتاعك النهارده؟ احنا قلنا طبعا دايما سهل وبسيط واقتصادي. المره اللي فاتت كانت سمك، وقلنا ممكن نستعيد عن الارز بحاجه مختلفه عشان برضو رفقا بالمشاهدين. المره دي هنعمل حاجه بسيطه قوي مش هتتجاوز رفقا بفلوس المشاهدين، رفقا بكل حاجه. النهارده هنعمل حاجه جميله وسهله ولذيذه وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. هنعمل مقلوبه للخضروات، مقلوبه واللحمه المفرومه، حاجه بسيطه قوي وهتكفي ما شاء الله يعني عدد كبير جدا. وتكلفتها قليله جدا عشان لما نقول سهل وبسيط يبقى بالفعل سهل وبسيط. ماشي شيف حكمة، تمسيبك بقى تشتغلي كده وايه. اوكي ماشي اوكي، نرجع لك تاني بقى في الاخر تكوني خلصتي عشان ناكل بقى. ماشي. سياده المستشار، اولا منورني. الله يخليك يا دكتوره. عايزه بقى اعرف اخبار جمعيه المقطم ايه؟ شايفه بقى نشاطات كتيره الايام اللي فاتت ومشغولات ودار ايتام بتروحوا كتير. الحمد لله رب العالمين. قولي بقى ايه الاخبار بقى. والله احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان احنا في صدى ان احنا بنعمل مشغولات يدويه، فاحنا بدانا فيها فعلا. جبنا المشغولات البسيطه دي اللي هي الخرز اللي بتعمل منها المفارش والحاجات دي، وجبنا مكان برضو الخياطه اللي هو يتعمل منه ملايات سرير، وفعلا عملناها. عملنا انتاج الحمد لله، ونزلنا بيه معرض كان لسه من حوالي اسبوع في نادي المقطم، فنزلنا المعرض ده والحمد لله واتباع. الحمد لله في بعض المنتجات اتباعت، فاحنا لسه هو المعرض نشارك فيه. فان شاء الله المعارض القادمه باذن الله هنشارك فيها بقوه باذن الله، ويبقى احنا حققنا الهدف ان احنا بنحاول نساعد الناس التدريب وان هم يجي لهم دخل من هذا العمل، ويبقى في انشطه شغاله في الجمعيه كويسه يعني. دارات الايتام، انا يعني لما شفت كده تابعت لقيتكم مهتمين جدا بدارات الايتام. هي دارات الايتام والمسنين فعلا. احنا بنحب نروح لاماكن كمان اللي هي بعيده يعني، الاماكن مثلا احنا كنا في اسكندريه لسه قريب. بنروح الاماكن اللي بعيده يعني المتطرفه يعني في القاهره الكبرى يعني محدش بيروح. اللي محدش بيروحها اللي هي الناس بتستبعدها يعني، مثلا زي دار الخنكه، زي الدار بتاعت ام كلثوم وقيل السماع اللي في حلوان. في مايو برضو دار لام كلثوم برضو للاطفال والاولاد وبنات. الناس دي فعلا محتاجه. طبعا محتاجه الناس طبعاً تروح تبص عليهم. ما هو احنا المفروض احنا بنعمل دراسه قبل ما بنروح يعني. هل المكان ده يعني محتاج فعلا مساعدات ولا لا يعني. في اماكن بتبقى وسط البلد مثلا او وسط الحضر يعني، زي مدينه نصر ومصر الجديده، فده اعتقد ان هي دي ما بتبقاش محتاجه قوي يعني. زي الاماكن المتطرفه اللي هي ما حدش بيروح لها. اصل الناس تركيزهم على ايه؟ على الدارات او المستشفيات اللي بتعمل اعلانات، فكله بيروح يتبرع في الجزئيه دي، وسايبين الدارات اللي في الصعيد اللي محدش يعرف عنها حاجه. ده يعني دول محتاجين اكتر فعلا. والله انا اشكرك على هذا اللفته الجميله. فعلا في دارات كتيره جدا في الصعيد، وطبعا الحاله الاقتصاديه هناك ضعيفه. يعني الصعيد بالذات يعني القرى الصعيد او الدلتا يعني. القرى اللي في الدلتا والمراكز اللي في الدلتا فيها دارات فعلا محتاجه ان احنا نتوجه كلنا كمجتمع مدني ونساعد فيها يعني بقوه فعلا. هو القصه ان احنا مش هنروح عشان نقضي يوم معاهم ونبسطهم، لا، المفروض احنا نروح نشوف متطلباتهم. أيوة. يعني زي احنا كنا يعني كنا رايحين دار عقيل السماع اللي هو ام كلثوم رحمه الله عليها. كنا رايحين يوم الجمعه اللي فاتت اللي هي امبارح، بس اتاجلت لان مجلس الاداره اتغير، وطبعا محتاجين اجراءات وحاجات يعني شوية حاجات كده. فطلبنا من مديره الدار ايه اللي انت حضرتك محتاجاه؟ قالت محتاجه جهاز ضغط، محتاجه ادويه، محتاجه كذا كذا كذا. فاحنا كتبناها على الجروب بتاع الجمعيه، وفعلا خلال يعني ساعات الحمد لله كله توفر. طب الحمد يعني لله. الحمد لله. قول لي حضرتك الجمعيه بتصرف منين؟ ما احنا قلنا قبل كده ان احنا يعني لا الناس نسيت بقى اللي قبل كده، احنا طب عايزين بقى في الجديد بقى دلوقتي. في الجديد احنا لغايه وقتنا هذا يعني المصاريف اللي هي اللي بقدر انا اساعد فيها فبساعد فيها. يعني مثلا مصاريف مثلا بكون مثلا رايحين مكان بقدر انا اتبرع بجزء، والناس مثلا اللي معايا في الجمعيه بتساهم. مفيش تبرعات بتيجي من لا ما انا ما بقبلش تبرعات بصراحه. ما بتقبلش حضرتك تبرعات خالص نهائي.
دي حاله نادره يا جماعه على فكره. قفلوا الموضوع ده بتاع التبرعات نهائي بصراحه، حاله نادره. لان انا كمان عايز الفت نظر حضرتك لحاجه انا لاحظتها في الايام الاخيره دي، كل واحد عامل جروب ودي مشكله كبيره. كنت فعلا هتكلم مع حضرتك في النقطه يعني دي. في ناس كويسه، انا ما بقولش الناس كلها وحشه، ولكن انا بلفت نظر الدوله لازم يعني يبقى في كنترول على الموضوع، يشوفوا مين اللي بيلموا التبرعات والايه وبيروح فين، مش اي حد يطلع كده، مش اي حد يروح مع نفسه كده. لا، ده انا ما باجي اروح مكان ببلغ الجهات الامنيه ان انا رايح الحته الفلانيه. مظبوط، يعني مش هروح مع نفسي كده وخلاص. الجروبات كمان انتشرت قوي على الفيس والواتساب، تبرعات. لا، وبيلموا. موضوع صعب جدا والله يا دكتوره داليا، يعني انا فعلا يعني متضايق منه جدا. وعملت بس صح. من حوالي اسبوعين ثلاثه كده وجهت الناس، يعني انا ما ينفعش اعمل جروب وفي الاخر يعني ابص الاقي ايه اللي يقول لي ده انا لم 11000 20000. ده انا جمعيه ما بعملش كده. طب راحت فين بقى يعني الفلوس دي؟ انا جمعيه اللي انا عندي جمع مال وكذا وكذا، ما بعملش كده. يعني انا ما بروح مع اسكندريه مثلا، يعني انا بتكلم عادي يعني بروح اسكندريه، انا بدفع زيها زي الناس اللي معايا في الاتوبيس. يعني الاتوبيس ده واخدينه مثلا بكذا، انا كل واحد عليه 120 جنيه مثلا اسكندريه القاهره، ونروح ونرجع وتمام تمام. واللي عايز يساعد في المشوار اللي احنا رايحينه ده براحته بقى، براحته يجيب الحاجه بنفسه ويسلمها بنفسه هناك. تمام. في ناس موضوع التبرعات دي، فالناس بقت ايه مقلقه، يعني هل صح محتاجين يتبرعوا ولا لا؟ بقى دخل الشك في نفوس الناس نفسها من ناحيه الجروبات اللي معموله واشخاص محدش عارف هويتها ايه وبيلموا وتوجهاتها ولو ايه كبيره غير الهويه. وفجاه تلاقي الشخص ده اللي بيلم بان عليه بان عليه الفلوس فعلا، بان عليه العز بان عليه العز. طب انتوا شايفين ليه بتروحوا تتبرعوا لناس ما تعرفوش اصلا بيودوا الحاجات دي فين؟ والخوف كمان من حته برضو معينه، ان لازم يعني الدوله تخلي عينها على الحاجات دي. ليه؟ لان انا ما اعرفش توجهاته ايه. ايوه ما نعرفش الفلوس يعني دي يعني ايه الفكر بتاعه. هو رايح الدار دي ليه؟ طب انت جايب الفلوس دي منين؟ طب انت خدت ولا ما خدتش؟ لا مزبوط. لازم الجروبات دي يبقى ليها كنترول علشان يعني ما نخشش بعد كده في مشكله. يعني ما تبدا المشكله وبعد كده نبتدي نقول يا ريتنا بقى مع لا. ما حصل كده لا ما ينفعش صراحه. الناس تاخد بالها لما تدوا تبرعات، اعرفوا بتدوها لمين، ولازم ايصال وحاجه يعني جمعيه مؤسسه معروفه، المؤسسه الفلانيه، الجمعيه الفلانيه مشهره تبع الدوله، بتشرف عليها الدوله، جهاز مركزي محاسبات، رقابه كده. لكن انا ما اروحش ادي شخص فلوس انا مش عارف امين ولا مش امين، هل هيوصل الفلوس دي ولا مش هيوصلها؟ خد بساتك. وفي يعني جمعيات ما عليهاش تصريح جمع مال. طبعا، لان جمع المال ده ليه ترتيب. يعني جمع المال ده عشان انا اخد جمع مال لازم يكون عدى على الجمعيه 3 سنوات، بعد الثلاث سنوات اقدم طلب لاداره الشؤون اللي عندي تبع ترفعه لمديريه الشؤون الاجتماعيه في مثلا في المحافظه، القاهره، اسكندريه، اي محافظه يعني. بعد كده بترفعه للوزاره، الوزاره بتدي له تسريح لمده عام جمع مال، خلاص كده بيجي معه تسريح رسمي، البنوك وكله بيجمع له المال على هذا الاساس. لكن مش كده، مش جمع مال وخلاص برضه. ولكن في بتبقى حاجات بسيطه، يعني تبرعات بسيطه مثلا 50 جنيه 100 جنيه دي اللي راح للايتام، دي مش عارف ايه، ممكن يطلع لها وصل من الجمعيه عادي جدا. لكن جمع مال ده بيجمع مال بقى من الشركات، من المصانع كده، جمع المال. طيب هنطلع فاصل عشان ورجعنا لكم من الفاصل. طيب عشان بضحك يعني، رجعنا لكم من الفاصل وهنكمل بقى الفقره معانا مع المستشار سمير هديه. نورتني برضه. الله يخليك يا فندم، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كنا بنتكلم على موضوع لم التبرعات عن طريق الجروبات، ومحدش عارف الناس دي مين، وفجاه نلاقيهم ظهروا وبنى عليهم بقى العز كله بقى. فده يبقى محتاجين رقابه من الدوله دي، ما حدش يعني يقدر يتكلم فيها غير لازم يبقى فيه. والناس اللي تروح تتبرع تبقى عارفه رايحه فين، اللي يتبرع بحاجه لازم ياخد ايصال وفي ختم وفي مكان مشهر عشان تعرفوا الفلوس دي رايحه فين. ما تستسهلوش تبعتوا وخلاص، لا الحته القريبه منكم، لان في ناس كتيره بتعمل كده، يقول لك مش عارفه مين قريب ابعت له ده هو كل ما يبعد شويه كل ما الثواب يزيد شويه. كل خطوه بتمشيها لعمل خير هو ده اللي باقي يعني.
هو ده اللي باقي فعلا. يعني بصوا كلنا كده هنروح، اللي هيقعد لنا العمل الصالح. العمل الصالح صحيح، بس كده. مش عايزه اقول لحضرتك نورتني جدا، الله يخليك، وفعلا جمعيه المقطم جمعيه تشرف الله يخليك يا فندم، بجد يعني لا غبار عليها نهائي، منتشره دلوقتي في انحاء الجمهوريه كلها الحمد لله فضل ربنا. يعني فعلا وفضل الناس اللي معايا، يعني بتعملوا الحاجه من قلوبكم، عايزين تساعدوا الناس من قلوبكم ومش مستنيين مقابل، يعني لا كمان لا مش مستنيين والله ما مقابل. في مقابل ولا حاجه غير رضا ربنا سبحانه وتعالى ودعاء الناس. ودعاء الناس. احنا بس عايز فرصه انا هنا في القناه اوجه شكر يعني للناس اللي شغاله معايا، يعني الحاج اشرف احمد والحاج انور ابو ليله، ده رئيس لجنه فض المنازعات والمصالحات، تحياتي لحضرتك. والله بيعمل مجهود كبير جدا معايا. استاذه ايمان محمد رئيس لجنه تنميه المشروعات، عامل مجهود كبير في الفتره اللي فاتت دي. والامين العام طبعا عندي المساعد الاستاذه اسراء سمير، هي برضو معانا برضو في الجمعيه وعامله شغل يعني كويس الحمد لله. استاذه ميرفا السعيد عشان انا بنساها على طول وبتزعل مني، وكيل لجنه الاعلام، تحياتي لميرفا السعيد. والله يعني عامله مجهود كبير جدا جدا معايا والله. تحياتي لميرفا السعيد، ربنا يبارك لها يا رب. وبشكر حضرتك على الله يخليك دي، وان شاء الله اللقاء يتجدد ان شاء الله. ان شاء الله دكتوره، ومشكرين جدا لحضرتك. هنروح بقى فين بقى؟ هنروح المطبخ بقى نشوف بقى شيف حكمة بقى اخبارها ايه معانا. تمام، يلا نروح نشوف الهيئه عشان نشوف بقى كمان المستشار ايه نغديه. اتفضلي. صح كده؟ قولي لي معايا الاقرب حته وانا ماشي بقى. قولي لي بقى عملتي ايه؟ مبدئيا احنا طبعا عايزين نبعد عن الدهون والكوليسترول نهائي. تمام. فورق زبده في صاج، وبتديه رشه زيت حاجه بسيطه قوي، والخضار اذا كان كوسه، جزر، بطاطس، بتنجان الموجود عندك في البيت، بتدخليه الفرن. مفيش 10 دقائق وبتطلعيه، يا دوبك بيدبل. دخلتي ايه ثواني الفرن؟ دخلتي البتنجان، البتنجان، الجزر، الكوسه، والبطاطس، والفلفل ده من والفلفل كله. دخلتي الفرن، كله دخل الفرن على ورق الزبده عشان ما يلزقش في الصاج. وبعد ما خرج والدعك بقى وكده. ايه؟ والدعك بقى وكده. طبعا، لا لا عشان ما يلزقش في الصاج طبعا، عشان تبقى الامور سهله وبسيطه. تمام. كل حاجه حتى في النظافه. الرز بقى هيبقى مختلف شويه، احنا كنا مره بنقول رز ابيض، المره دي بقى الرز هيبقى مختلف، وهنحط التكايه بقى الجميله بقى اللي هي خاصه بالمقلوبه. وهي القرفه. حطينا قرفه. نقطع كده طبعا من عصج اللحمه. هنقطع كده. ممكن القرفه طعمه باين. طبعا طبعا حاجه مختلفه. لحظه بصي بقى من جوه، وبنبدا ان احنا نرص المكونات بتاعتنا. تمام. دوقي كده قولي لي رايك. بس بالقرفه يعني بنديله ريحته فظيعه. سيادة المستشار ريحته فظيعه. انا شامم والله. طب الريحه، طب المهم الطعم. المهم الطعم. المهم التست بتاعي. عايزين يبقى كل حاجاتنا بسيطه، ويا ريت ان احنا ننوع ونشكل في طريقه التقديم، ونبقى مبتكرين في البيت علشان الولاد والزوج الكل يبقى. ودي لحمه مفرومه متعصجه عادي ولا لحمة فيها؟ لا لحمه مفرومه متعصجه عادي، بس بعد ما بنعصجها احنا مش عايزين اي دهون قلنا. احنا بنعصجها يعني نحط اللحمه على طاسه سخنه جدا، نعمل لها صدمه عشان الانسجه بتاعتها تتقفل. تمام. وبعد ما يا دوبك تبدا تدبل نروح نازلين عليها بالبصل المبشور. وبعد كده في ناس بقى بتعمل العكس بقى، بيحطوا الزيت والبصل وبعد كده. لا احنا مش هنحط بقى زيت خالص، احنا مش هنحط زيت نهائي. وبعد ما بنعصجها كمان ممكن في مصفه السله الصغيره بنروح حاطينها فيها، على اساس لو فيها اي ماده دهنيه نازله من اللحمه ان هي بتصفي، يبقى انت بتاخدي حاجه ما فيهاش اي كوليسترول نهائي. جميل يا جماعه بجد وخفيفه. دي سلطه ايه بقى؟ سلطه زبادي. سلطه زبادي على اساس ان احنا عندنا، هي مش هنقول مقليات، هي مشويات. حتى البتنجان انت حطيتيه في ال كله كله كله. بص حضرتك لونه فاتح ازاي؟ مش مقلي. بحس ان هو ما تحسيش بحموضه ولا بحرقان معده ولا اي حاجه، وكمان الزبادي موجود. وممكن بدل ما تعملي المقلوبه ممكن بقى بتعملي الخضار بانيه، برضو تكه جميله جدا جدا، بيعتبر طبق رهيب اذا كان كوسه، جزر، باذنجان، بطاطس، بيبقى طبق رهيب جدا ان انت بتعمليها بانيه زي ما كنت بتعملي الفراخ البانيه بالظبط. السلطه بقى عشان ده ايه؟
يبقى احنا ظبطنا الدنيا كده ظبطنا يبقى عملنا تيست من ده ومن ده واتمنى ان انا ابقى مع حضراتكم ومع الدكتوره داليا في فقرات تانية كتير باذن الله ومش عارفه اقول لكم ان شاء الله واتمنى يبقى في تواصل على الجروب الجروب بتاعك بقى في ناس بدات تسالني الشيف حكمت امين طب احنا عايزين البيف استرجانوف وبرغم ان هو موجود على الصفحه يقولوا لا ابعتوا لنا خاص طب يا جماعه ما هو موجود على الصفحه وبداوا يستفسروا طب انت بتقولي سهل وبسيط انت المره اللي فاتت عملت سمك قاروص الناس مش كلها امكانيتها سمك ما احنا قلنا ممكن قلنا في بديل البلطي والموضوع ده انا اتكلمت فيه المره اللي فاتت وقلنا كمان ما فيش مشكله يعني ان احنا نعمل مره طفره كده في الشهر تبقى حاجه مختلفه لازم يبقى فيه تجديد ويبقى فيه تنوع وعلى حسب امكانياتهم وعلى حسب امكانيات الاسره في بدائل البلطي كل حاجه فيها بدائل ونسبه التواصل على فكره على الصفحه ما شاء الله بدات تزيد والحمد لله تحياتي لكم ادخلوا فعلا الجروب بتاعها اكلاتها فظيعه وعندها كمان مشروع كاترينج وبتوصل الحمد لله في اي حته في اي مكان والمره اللي فاتت في جمعيات خيريه احنا بنعمل لها ديسكاونت رهيب لان ده المفروض على كل فرد في المجتمع ان هو يشارك في ده شايفين على كل فرد في المجتمع فعلا اللي هو يشارك في ده مش تروحوا تعملوا جروبات وتلموا لا لو كل واحد بيطلع زكاته مش هنحتاج لكل ده والله لو كل واحد بيطلع زكاته مش هنحتاج لكل ده فعلا مظبوط اتمنى ان انا ابقى معاكم دايما وانا اتشرفت بوجودي معاكم وسعيده جدا بتواجدي معاكم وبشكر اداره قناه الصحه والجمال وبشكر كل التيم ورك الموجود واحنا بنشكرك جدا جدا طبعا الشكر اساسي لحضرتك انت نورتيني الاربع حلقات اللي فاتوا وان شاء الله مع بعض باذن الله مع بعض ان شاء الله ان شاء الله وبشكر سياده المستشار تاني جدا شرف لينا طبعا حضرتك نورتنا في الحلقه دي الله يخليك وبنقول لحضرتك طبعا مزيد ان شاء الله للجمعيه ونشوفها اشهر جمعيه في مصر ان شاء الله الله يخليك يا فندم وبشكركم ونقول لكم بقى السلام عليكم ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله سلام باي باي ليو باي باي